السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات مدارس دار المعارف للصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية في فرع التاريخ. يلا بينا نتعرف على الوحدة الرابعة معانا، وهي الخلفاء الراشدون سيرة ومسيرة. أنا عندي 4 من الخلفاء الراشدون هتعرف عليهم في الوحدة دي: أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. عايز أعرف في البداية، هو ليس منهم الخلفاء الراشدون؟ تم إطلاق لقب الخلفاء عليهم لأنهم جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهيتولوا أمور المسلمين في الدين والدنيا. أما أطلقنا عليهم لقب الراشدون لأنهم هيسيروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وهيهتدوا بهديه وهيستكملوا بناء الدولة الإسلامية. أول شخصية هتكلم عنها هي أبي بكر الصديق وخلافته. عايز أتعرف على أبي بكر الصديق قبل دخوله للإسلام. هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي، ولد في مكة بعد عام الفيل بسنتين وست شهور، يعني أصغر من الرسول بسنتين وست شهور. عمل بالتجارة زي الرسول، وكان تاجر أمين، ويعرف عنه الصدق والإحسان والتواضع والبساطة ولين القلب. أحبوا الناس، وكان مترفع عن عادات الجاهلية، لم يشرب الخمر قط، وكان من أهل المشورة في قريش، وكان الرسول مرتبط به ارتباط كبير جدا. أما بالنسبة لدخول أبي بكر الإسلام، لم يتردد في دخول الإسلام عندما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أول من أسلم من الرجال، وخرج داعي ومجاهد حتى أسلم على إيده كتير من الصحابة، من أمثلتهم عثمان بن عفان. هو من العشرة المبشرين بالجنة، وكان أول خطيب في الإسلام. أنفق ماله على الفقراء من المسلمين، وكان بيعطي المحتاج وبيحرر العبيد، وشارك في كل الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لتولي الخلافة ودوره الكبير بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت المسلمين عندما قال لهم عمر بن الخطاب: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. ظهر هنا شخصية أبي بكر الصديق عندما قال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهدأت نفوس المسلمين وتقبلوا خبر الوفاة. وعندما وجد الأنصار هذا الأمر، اجتمعوا وقرروا مع المهاجرين على اختيار أبي بكر كأول خليفة للمسلمين. إيه أسباب اختيار أبي بكر كخليفة للمسلمين؟ أكبر الصحابة سنا عندما توفى الرسول، أول من أسلم من الرجال، جهد بماله وأولاده من أجل رفعة الدين الإسلامي. الرسول أحبه وجعله إمام للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه، كان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى يثرب. يلا بينا نعرف إزاي حصل على البيعة أو الاتفاق أنه يبقى خليفة المسلمين. أنا عندي بيعتين: البيعة الخاصة عندما اجتمع الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني ساعدة بعد علمهم بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، في جو بيسود الحب والمساواة والمودة، واتفقوا أن الخلافة هتكون في المهاجرين، وتم بيعة أبي بكر الصديق، ودي سميناها بالبيعة الخاصة. طب بقية المسلمين هيبيعوا فين؟ هيبيعوا فيما يعرف بالبيعة العامة، واللي تمت عندي في المسجد. وصعد بعدها أبو بكر الصديق على المنبر وخطب في المسلمين وعرفهم أسس الدولة بتاعته اللي هتسير عليها. أهم أعماله: إرسال جيش أسامة بن زيد لقتال الروم، قتال المرتدين، جمع القرآن الكريم، نشر الإسلام في خارج شبه الجزيرة العربية. يلا بينا نتعرف على بقية أعماله واحدة واحدة. أول عمل عندي هتكلم عنه، وهو إرسال حملة أسامة ابن زيد لقتال الروم. الجيش ده كان مجهزه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وفاته المنية أو الوفاة قبل إرساله، فقرر أبي بكر الصديق على إرسال الجيش لقتال الروم، رغم رفض مجموعة من الصحابة هذا الأمر، لأن المسلمين كانوا بيواجهوا خطر تاني، وهو المرتدين، القبائل اللي ارتدت عن اتباع الدين الإسلامي بعد وفاة الرسول. كانوا شايفين أن لازم كل قوة المسلمين تواجههم، لكن أبي بكر أصر على تنفيذ رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج مودعا لجيش أسامة اللي رجع سالم للبلاد بعد 40 يوم، وشارك جيوش المسلمين في قتال المرتدين. يلا بينا نتعرف على خطر المرتدين. المرتدين دي قبائل كانت بتعيش بعيد عن المدينة، وكانت حديثة العهد في الإسلام. بمجرد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تراجعت عن اتباع الدين الإسلامي، أو عن طريق امتناعها عن دفع الزكاة، أو عن طريق ادعاء النبوة مثل مسيلمة الكذاب. أبي بكر الصديق اتخذ موقفا حازما ضدهم، وأرسل العديد من الجيوش بقيادة الصحابة، وأوصاهم بمراعاة آداب الحرب في الإسلام، وهي عدم قطع الأشجار، عدم الهجوم ليلا على العدو،
عدم التعرض للنساء أو الأطفال أو كبار السن، ونجحت الجيوش الإسلامية في مهمتها وعادت القبائل المرتدة للإسلام واستقرت الدولة الإسلامية. يلا بينا نتعرف على ثالث عمل وهو جمع القرآن الكريم. بسبب استشهاد العديد من الصحابة في حروب المرتدين، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق بجمع القرآن، وبدوره أمر أبي بكر الصديق زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي اللي هو القرآن الكريم بجمعه، وتم وضعه في مصحف من جريد النخل والجلد. ومن أهم أعمال أبي بكر الصديق هو نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. بعد استقرار الدولة الإسلامية والقضاء على المرتدين، بدأ يفكر أبو بكر الصديق بتوجيه جيوشه لنشر الإسلام خارج حدود الدولة الإسلامية وتأمين حددها، فأرسل جيوشه لبلاد الشام والعراق كالآتي: خالد بن الوليد اتجه لبلاد العراق، أبي عبيدة بن الجراح كان قائد لأربع جيوش، خد جيش منهم أبي عبيدة بن الجراح وراح حمص في بلاد الشام، يزيد بن أبي سفيان خد الجيش الثاني وراح دمشق في وسط بلاد الشام، شرحبيل بن حسن خد الجيش الثالث واتجه لبلاد الأردن، عمرو بن العاص اتجه للقدس. وتوفى أبي بكر الصديق. وهنستنى مع بعض نتعرف على خلافة عمر بن الخطاب.